والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمي الذي علم المتعلمين وقاد سفينة البشرية الضالة في معترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. وبعد، زميلاتي زملائي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية خالصة من القلب لانضمامكم، وأنتم على مخروبة من الانضمام إلى كتيبة نقابة المحامين وفرسان الكلمة في نقابة المحامين. أنتم الجيل الذي تمتع بالمسؤولية الدستورية، ولكي تكونوا أهلاً لتحمل هذه المسؤولية الدستورية لابد عليكم أن تنهلوا من كافة مناحي العلوم القانونية والفلسفية والتاريخية والطب والهندسة حتى تصلوا إلى مرحلة الإبداع والتميز. أنتم على مخربة بانضمامكم لهذه الكتيبة لتلقى على مسامعكم بعد قليل معالي الأستاذ الجليل نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ النقيب سامح عاشور قسم المحاماة. هذا القسم هو الإشارة البدء والدخول وتدفق دم جديد نريدها أن تكون دما نقية تزيد من ارتفاع وعلو شأن المحاماة ونقابة المحامين. قسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم الذي سيلقى على مسامعكم من معالي الأستاذ النقيب الجليل قسم يتضمن أسمى القيم وأعلى المبادئ، هي الشرف والأمانة والاستقلال، أي أن رأيكم حراً مستقلاً لا تأثير لأحد عليكم ولا مراقبة إلا لضمائركم والله سبحانه وتعالى. أوصيكم وأوصي نفسي أن نتمسك بهذه المبادئ وتلكم القيم، الشرف والأمانة والاستقلال، وأن نحافظ على سر هذه المهنة المقدسة، وأن نحافظ على علو نقابة المحامين. فعليكم أن تلتزموا بمبادئ وقيم المحاماة ونقابة المحامين، وعليكم أن تتحلوا بالمظهر الطيب إضافة إلى الجوهر السمين، وعليكم أن تنهلوا من كافة مناحي العلوم. وفقكم الله، وإن شاء الله يكون دما جديدا نقيا في نقابة المحامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.